بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله، كان لنا الشرف اليوم أن نجتمع في بيت سيد غريسي محمد اللي راه مبتلى من عند الله عز وجل هذا الابتلاء، والمرض جينا نواسوه في هذا المرض مع الإخوة قدماء اللاعبين كما قمري رضوان، عمي الزين، عمي مداحي، فيصل المقني، ودوك الشقيق تاعه هو ديجا الصديق تاع الأب تاعي، الأشقاء تاعو أصدقاء تاوعي، وحنا لبعضنا أرزاق كما يقول لك. وكثر خير جمعية أوفياء، جمعية وهران، اللي دائما تتكفل وتزور المرضى وتتضامن مع هذا كما قال لك الأمور هذه الدنيا، وحنا كما قال لك لبعضنا أرزاق. الحمد لله رانا نتلاقوا في الخير، والله يجمعنا في الخير، والله يجعلنا خير سلف لخير خلف، خير خلف لخير سلف إن شاء الله. ونتمنوا له الشفاء العاجل به بالولد تاعه والصبر الأهل تاعه، وان شاء الله شوفوه كيما اليوم واقف معنا ونضحكوا ونلعبوا، ان شاء الله هو يروح يزور معنا المرضى ان شاء الله. وبارك الله فيكم انتم صحافه اللي راكم واقفين، تعاونوا تاعنا باذن الله، نتمنى لكم التوفيق باذن الله.